المسيح قام. بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. اليوم هو الاحد الرابع من احد القيامة، احد الخمسين. واذا كان الحد الاول حد الايمان اللي فيه رد رب المجد يسوع المسيح على شكوك توما وقال له يعني لانك رايتني يا توما امنت، طوبى للذين امنوا ولم يروا. والحد الثاني كان حد المسيح الخبز الحي وقال لهم انا هو الخبز الحي، ان الخبز النازل من السماء ليس كما اكل اباؤكم المن في البريه ومات، خبز الحياه. والحد الثالث اللي هو الحد اللي فات كان حد الماء الحي، المسيح يلتقي بالسامريه ويعطيها ان تعرف من هو ينوع الماء الحي اللي يشرب منه لا يعطش ابدا. والنهارده الحد الرابع هو حد نور الحقيقي، نور العالم. السيد المسيح هو نور العالم الذي اتى لكي يضيء لكل الجالسين في الظلمه وظلال الموت. يعطي نور داخل القلوب، يعطي نور داخل الافكار، يعطي نور في الاراده والاعمال، يعطي نور في المشاعر والافكار. فربنا دايما هو النور الحقيقي. في انوار في العالم كثيره، في نور يزغلل يخلي الانسان كده مش شايف قدامه، لان النور منور جوه عينه كده يخليه مش عارف يعمل ايه. والعالم بافكاره الكثيره بيخلي الواحد مش عارف يمشي في انهي اتجاه، يسمع صوت ربنا ولا يسمع صوت العالم، ولا يتصرف ازاي في كل الامور المعروضه عليه. ضغوط كثيره، نور يزغلل، وناس كتير بتتزغلل من انوار العالم. يعني في ناس غاويه مثلا مشتريات، ينزلوا يشتروا محلات اللي منوره والمحلات اللي تبرق والذهب والالماس والحاجات والمقتنيات وكل حاجه، تلاقي عمال يقتني حاجات تربع، يقول لك انا عيني زغللت، دماغي لفت، ما قدرتش اقول لا. في ناس عندها الادمان ده. بسال مره واحد تاجر تحف وانتيكات، حاجات كده يعني معدن وحاجات عتيقة وقديمة، بقول له يعني مين يدفع مئات الألوف ولا عشرات الألوف الحاجات دي؟ فقال لي ده إدمان، إدمان. ناس عندها إدمان في المقتنيات وإحنا بنشتغل على الناس. نور يزغل. في نور تاني، نور يضلل. يضلل تقول يعني ايه نور يضلل؟ يعني الطريق هذه هي الطريق اسلكوا فيها، ربنا يقول لي كده، لكن عدو الخير يقول لي اعطيك ممالك هذه العالم كله ان خررت وسجدت لي، اديك العالم كله للابد، للرب الهك تسجد واياه وعده تعبد. فالنور اللي يضلل ده هو نور ارشاد خاطئ، أصدقاء سوء، زن على الودان، يعني حاجة تمشي الواحد في عكس طريق ربنا. أهو النهاردة في طرق كتيرة مضللة، يعني مثلا الإلحاد المعاصر اللي موجود، مش بيقولوا ربنا مش موجود، أهو موجود بس مش فاضيين له. يقولوا طيب أنت من حقك إنك تختار مثلا الجندر بتاعك، الجنس بتاعك، ميل ولا فيميل، ولد ولا بنت، ده كلام. طب ربنا خلق الانسان بهذه الصوره بالقداسه، بكل الاعضاء الداخليه اللي بتدعم ده. يجي الواحد يقول لا مش عايز ابقى كده، هيغير الشكل. طب وجوه يغيره ازاي؟ الراجل ليه اعضاء معينه والبنت ليها اعضاء معينه، من الداخل تختلف عن مجرد المظهر. أهو نور يضلل، أهو كلام. ناس تعيش في بعض البلاد يقول له عيش زي ما تعيش وفي الآخر انهي حياتك بالطريقة اللي تناسبك. يعني إيه؟ يعني يمشي في سكة إنهاء حياته، طبعا أمر مرفوض تماما، لأن النور يضلل وهو اسمه نور، وده فكر العام. ناس تقدس العلم وتعتبر ان العلم ده هو الاله بتاعها. طب ومين اللي خلق
العالم حتى، وهو العالم شغلته ايه؟ بيكتشف ما اوجده الله، مش بيعمل حاجه جديده. هل يستطيع العلم ان يعطي الحياه؟ لا، لكن يستطيع ان يكتشف علاج لبعض الامراض، استغلال امكانيات ربنا اعطاها عشان يحول الطاقه الشمسيه الى طاقه كهربائيه. طب ومين اللي ادى الشمس؟ الله. ففي نور يضلل كده، فالناس لازم كل واحد يشوف انا ماشي ورا ايه، فكري ايه. الحقيقه رب المجد قال لنا كده: ان كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام كم يكون. يعني لو النور اللي انت ماشي وراه ده ضلمه، طب امال الضلمه هيبقى شكلها ايه؟ ده هتبقى الدنيا ضلمه في ضلمه سودا خالص. لكن الجميل ان ربنا يجي كده يعمل بلس كده في حياه الانسان، يزور اماكن مقدسه يحس انها انا كنت فين؟ ده هنا المسيح اتولد، ده هنا المسيح اتجلى، ده هنا عمل اول معجزه في عرس قانا الجليليه، ما راحنا القدس يعني. طب وايه تاني؟ انت شوفوا كده حتى في مصر الواحد زار اماكن مقدسه، يروح مثلا في كفر الشيخ كنيسه اكتشفه في الثمانينات حجر موجود عليه اثر رجلين الرب يسوع، سموه بيخا يسوس، قدم يسوع موجود. والناس تروح الاماكن المقدسه يحس بهدوء، يحس بسلام، قلب نور وفكر نور وارتاح. ادي نور، مجرد الواحد يزور مكان يتتلمذ على كلام الكتاب المقدس: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ده نور يجعل الانسان يتهلل، يعني في نور يزغلل وفي نور يضلل وفي نور يخلي الانسان يهلل يفرح بربنا. مثلا حد يبقى زعلان من اخوه، فيجي الكتاب المقدس يقول له ايه: من يبغض اخاه هو قاتل نفس. فيدور فكره بيقول: ياه انا كنت ازاي شايل مشاعر بغضه لاقرب الناس ليا؟ الكلام ده ما ينفعش. فيبتدي قلبه ينور وفكره ينور. وربنا بيدي كده زي ما بقول لكم علامات في الطريق. موسى هو ماشي في البريه ربنا ينور له في علقه، يقول له: يا موسى خلي بالك، انا هبعتك عشان تخرج شعبي من ارض مصر. موسى يتشدد وعنده 80 سنه ويقود الشعب. يجي يشوع وهو بيحارب الاموريين يقول: يا رب قويني، يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي ايلون. فيفضل ربنا منوره لغايه لما ينتصر يشوع والشمس ما تغربش. ايه ده؟ اصل في قوه للانسان داخليه يتلامس فيها مع نور المسيح فحياته تبقى جميله ومفرحه. يعني يلتقي نور ربنا زي الرعاه، كانوا عمالين الرعاه ايام المسيح بيرعوا غنم عشان يقدموها ذبائح، فجاه ابرق نور حولهم وصوت من السماء والملائكه تتهلل وتقول: المجد لله في العالي وعلى الارض السلام والناس المسلم. التلاميذ كانوا محتارين في وقت، يقولوا ايه لما بيسالهم المسيح: هو الناس بتقول عليا ايه؟ يقولوا ايليا ولا ارميا ولا واحد من الانبياء. طب وانتوا بتقولوا مين؟ فبطرس رد وقال: انت المسيح ابن الله الحي. فقال: انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها. وراهم منظر عجيب جدا، خدهم على جبل التجلي في طابور وتجلى امام بطرس ويعقوب ويوحنا، وظهر نور عجيب جدا وصارت ثيابه تلمع كالثلج. اتاري المنطقه دي اللي تجلى فيها السيد المسيح كانوا فيها ناس بتعبد اله الانوار، اله وثنيه، ويقدموا لها ذبايح. فجه المسيح لهم: بصوا انا النور ايه الحقيقي، النور الحقيقي نور فكر التلاميذ وقلوبهم واداهم قوه واداهم معونه، زي ما في العهد القديم موسى النبي، زي ما يشوع بن نون، زي ما
في كل وقت وفي كل زمن ربنا يتعامل مع قلب كل إنسان لكي ما ينيره، لأن هو النور الحقيقي. وتهلل داود النبي في مزاميره ويقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع، عندما اقترب مني الأشرار يأكلوا لحمي مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا. والنور ده يقول لك ايه بقى؟ يقول ان يحاربني جيش لن يخاف قلبي، ان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. سر قوتك ايه يا داود؟ قال ان انا واحده سالت الرب، يا التامس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي لكي انظر نعيم الرب واتفرس في هيكله المقدس. اصله اخفاني في خيمته وفي يوم شدتي سترني بستر مظلته وعلى صخرة رفعني، والآن هو ده قد رفع رأسي على أعلاني. إذن يا أحبائي، المسيح هو نور، النور الحقيقي، وهو النور الذي يجعل إنسان قلبه ينير وروحه تتهلل ويسير في طريق النور ويفرح، يفرح لأن نور المسيح ينور. فربنا لغاية دلوقتي بيسمح أنه يوم سبت النور أنوار تخرج من القبر المقدس لكي ما تنير أذهان العالم، يروح ياخدوا بركة. طب وبعدين؟ فرجوا ولا بيتهموا؟ ها؟ حلو النور؟ حلو النور. طب وبعدين؟ وبعدين؟ غير قلبك؟ غير فكرك؟ ولا أبو وعظة سمعناها، منظر شفناه في التلفزيون، زيارة عملناها وخلاص؟ لا. إذا كان النور بيظهر يوم سبت النور عشان يعلن ذهاب المسيح إلى الجحيم ونور الذي أضاء في الظلمة للجالسين في الظلمة وظلال الموت في الجحيم، موضع الانتظار، وأضاء في ميلاده على الجالسين في الظلمة لينا نحن في العالم، وأضاء لينا إحنا الأمميين اللي كانوا بيعتبرونا مش من شعب الله. فكم وكم كل إنسان في المسيح يعيش بهذا النور اللي يقدس فكره، يقدس حواسه، يقدس علاقته بربنا. انزق في ربنا قوي، قل له يا رب نور فكري، نور قلبي، خد رأيه في أي موضوع عايز تعمله قبل ما تستعجل وتعمله. خد مشورة أب اعترافك واسأله، قل له يا ترى كده صح ولا لا. قل يا رب أنت هو الطريق والحق والحياة للحد الجاي، فنورت الطريق عشان أمشي في طريقك وأعيش بالحق وأتمتع بالحياة. ولا تترك خطية تظلم قلبك، قدم توبة باستمرار حتى لو أنت ضعيف في الأمر ده. قل يا رب أنا ضعيف ومحتاج لعملتك وقوتك. إلزق في ربنا، ابعد عن كل مصادر الظلمة، نقي قلبك بنور الوصية وكلمة ربنا عشان تقدر تتمتع بالمسيح اللي بينور حياة الإنسان. في شاعر كان بيقول النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. لإلهنا كل مجد وكرم من الآن وإلى الأبد آمين. اذكروا الصلاة. اليوم يوافق الاستاذ